بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، على المؤتم الاقتداء، ومن الاقتداء الإنصات للقراءة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه. هذا الحديث يصرح بأن المأموم المقتدي المؤتم يجب عليه متابعة الإمام والائتمام به، فإنه جعل إماما ليؤتم به، ومن الائتمام به متابعته في التكبير وفي الركوع والسجود وغير ذلك. أما متابعته في القراءة فكان يفهم من المتابعة أن يقرأ المأموم كما يقرأ الإمام، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر المأمومين بالإنصات للإمام عندما يقرأ، فالمتابعة هنا في القراءة بالإنصات لا بالمتابعة بالقراءة. والإنصات للإمام لا يتحقق إلا في القراءة الجهرية، لأن الأمر بالإنصات والاستماع إلى القرآن الكريم ورد حيث يمكن السماع، فلا استماع لما لا يمكن سماعه. وحكم الاستماع إلى القرآن والإنصات يعم الصلاة وخارج الصلاة، وهو يختص بالصلوات الجهرية، ويختص بها أيضا عند السماع خاصة. أما إذا كان المأموم بعيدا عن الإمام بحيث لا يسمع قراءته فهو في حكم من يقتدي بالإمام في الصلاة السرية، فالمستحب له حينئذ أن يقرأ لنفسه حتى لا يبقى خاليا وفارغا بدون أن يشتغل بالقراءة أو الاستماع للقراءة، فلا يبقى ساكتا بحيث لا يكون سماع ولا ذكر. ودل حديث أبي هريرة هذا على عدم قراءة المأموم في الصلاة الجهرية، وما ورد في بعض الأحاديث من فتوى أبي هريرة بقراءة الفاتحة في النفس فهذا رأيه واجتهاده، لا ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، ولأنه سمع من أهمية سورة الفاتحة من الرسول صلى الله عليه وسلم فأفتى بهذا، إلا أن روايته المرفوعة تؤكد حكم الإنصات حال قراءة الإمام. ولذلك من يقول بقراءة الفاتحة فهو يقول بأن يقرأ المأموم حال سكتات الإمام أو سكتته بعد قراءته للفاتحة، فهم كلهم يتفقون على أن القراءة حال قراءة الإمام لا تجوز، فالذين يقرؤون وراء الإمام وكان عليهم الإنصات يسمعون القراءة وفي نفس الوقت هم يرددون في أنفسهم القراءة، هذا ليس من الفقه، وهذا ليس من المأمور، بل هذا في الحقيقة يخالف أمر النبي عليه الصلاة والسلام، بل أمر الله تبارك وتعالى،
لأنه يقول وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. فعندما يسمع الإنسان القرآن ما ينبغي أن يردد كذلك بلسانه القراءة في نفس الوقت، فلا يتدبر قراءته ولا يتدبر قراءة الإمام، وهذا من قلة الفقه. فإذا لم تكن هنالك سكتات متمهلة، ولم تكن سكتة تسع قراءة الفاتحة بعد فراغ الإمام من الفاتحة، فالأولى ألا تقرأ الفاتحة، وأن يؤخذ بحكم الإنصات. فالشوافع الذين يقرؤون خلف الإمام الحنفي وهو لا يسكت مثل سكوت الإمام الشافعي قدر قراءة الفاتحة، لا ينبغي لهم أن ينازعوه في القراءة وأن يقرأوا مع قراءته. فإذا أمكنهم أن يقرأوا في السكتة فليقرأوا، وإذا لم تكن هنالك سكتة فينبغي أن يتركوا الفاتحة ويستمعوا للقراءة وينصتوا. والحديث صحيح، وما أثاره بعض المحدثين من النقع والغبار حول هذا الحديث يغلب عليهم فيه جنوحهم لمذهبهم، فيتأولون إذا لم يجدوا حديثا موافقا لمذهبهم فيتأولون، فيصبح المذهب هو الأصل والحديث تابع للمذهب، وهذا قلب للموضوع وعكس للمأمور. وقد صحح الإمام مسلم هذا الحديث ووافقه عدد من المحدثين، ولا حاجة إلى الانتصار هنا للرأي الآخر الذي ذهب إليه البخاري وأبو داود وابن خزيمة وغيرهم من أن لفظة وإذا قرأ فأنصتوا غير محفوظة، ولنا أن نقول إنها محفوظة في كتاب الله تعالى ومنصوص عليها، وقد ورد في أحاديث متعددة مرفوعة وموقوفة هذا المعنى، فلا نحتاج إلى هذه المباحثات الإسنادية المختلفة فيها. فلا منازعة للقراءة، ولا بد من الإنصات والاستماع، ولا يجوز للمقتدي أن يقرأ في الصلاة الجارية إلا إذا كانت هنالك سكتة، فيمكن أن يقرأ بدون استعجال ومسارعة ومعاجلة كأنه يريد أن يبادر الإمام. ليس الأمر هكذا، بل ينبغي أن يتمهل، وينبغي أن يستمع لقراءة القرآن لقراءة الإمام، وأن ينصت لها، وأن يتدبر، وأن يتخشع، وأن يسكن للسماع وللإنصات. هذا هو المطلوب أصلا، لا الفكرة المذهبية المحدودة وتبعية لها وترك الآية القرآنية والأحاديث الأخرى والعقل السليم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.